حيت انا لا تشللت او لا جاتني شي اعاقه اولادي ما تعقلش عليا الدوله. الدستور كيقول لك من حقك يا اخي، بغيتي تعملوا عملوا، ما بغيتيش تعملوا ما تعملوش. انا ما بغيتش نعملوا، بغيت نعيش. قال لك ممنوع تعمل اي حاجه، انا من حقي ما نعملش التلقيح، نعملوا صحه. انا خلقت حره خصني نبقى حره، انا ماشي عاوده باش تستعبدني شي واحد. شي مره يخليونا حرين مع راسنا ونخرجوا فين بغينا وندخلوا فين بغينا. الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط الجواز. جا اخر حل جبرتو في الحياه ديالي باش نعيش نعيش هاد العائله هذا، هو نمشي نشري صندوق طماطيشه ونمشي نبيعوه في السوق. منعونا نبيعوه في السوق، قال لك خصك باش تدخل للمارشي تشريه خصك جواز التلقيح، باش تدخل للمارجان تشري ما تاكل خصك جواز التلقيح. وبقى هو الاخر جا عنده قايد قال له اطلب جواز التلقيح. بقى هو الاخر اللي ما عندوش جواز التلقيح فين هما بلايص اللي باقي ممكن له يمشي ليلو؟ المقبره والحبس، وقيلة حتى الحبس لا تدخل تي غيعملوا لك صحه. الدوله مستبوكوس ندخل للحبس ونعرف راسي ما غلطتش. ادخل للحبس يغطي وقت ما يضربوا لك التلقيح صح. لا لا للجواز، 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 لا لا التجمهر بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر. الآن سنوجه إليكم الإنذارات الثلاثة وفق القانون. انفضوا انصرفوا، هذه المرة الأولى. ثانيا انفضوا انصرفوا، المرة الأخيرة انفضوا انصرفوا. إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة الآن. حيت انا لا تشللت او لا جاتني شي اعاقه اولادي ما تعقلش عليا الدوله. اوروبا ملي كيوقعوا حالات بحال هي الدوله كتكفل، ماشي تينط الطفل يعطيه واحد الورقه ولي الامر يسني عليها يتحمل المسؤوليه، وتحمل المسؤوليه انت اللي فرضتي عليه هذا اللي فرضتي عليه اللقاح، ماشي ولي الامر ملي تعطب له ابنه انه يتحمل المسؤوليه، تحمل انتينا مسؤوليه كدوله. وتنوصلوا داكشي اللي وصلاتوا ليه لاوروبا وفرضت جواز التلقيح، وحنا معاكم اسيدي حتى حنا نخرجوا للشارع ونقولوا للناس حنايا الى النسبه اللي حنا الى لقحنا 75% ما وصلتش حتى روسيا اللي اخترعت اللقاح. هو ياك الشعب ماشي كيلقح، علاش واحد الاقليه رافضه؟ علاش انك عاد تجي وغتخلي الشعب يصادم بعضيته المؤسسات ديالو؟ حنا رافضين هاد الشيء هذا، رافضين هاد الجواز، ما رافضين شي التلقيح، رافضين جواز التلقيح. انا كمواطنه من حقي نتنقل ونمشي للمؤسسه اللي بغيت. ديال الاجباريه ديال جواز التلقيح، عملوا لنا اجباريه ديال التلقيح حنا معاهم، عملوا اجباري وما يتحملوا المسؤوليه وديك الساعه يضربوا لنا كاملين. بالعواو الصغارين باي حاجه بغاو، المهم هما يعملوا اجباري ويتحملوا المسؤوليه ديالهم. كاينش انا نتحمل المسؤوليه ديال واحد الحاجه ما عارفاش. الدستور كيقول لك من حقك يا اخي، بغيتي تعملوا عملوا، ما بغيتيش تعملوا ما تعملوش. انا ما بغيتش نعملوا، بغيت نعيش. ما يمكنش تقول لي اذا ما عملت شي ما غتعيش شي، يعني سير موت. ما عندك الحق تمشي مبقل، ما عندك الحق تمشي قهوه، ما عندك الحق جيت لهنا. ودابا بوليس في هذه الساعه هذه كيقولوا لي حيد من هنا، اش نحيد من هنا؟ انا في ساحه الامم انا جيت وقفت بحالي بحال الناس. ما خصناش نعملوا جواز تلقيح نهائيا، ما كاينش، ما تمنعوناش نوقفوا، غنعملوا مظاهره ومنع جواز تلقيح نهائيا. تحكمنيش بالحريه ديالي وبعد لي بالحريه ديالي. حنا خاي ماشي بهايم، يدخلونا فوقاش ما بغاو، يخرجونا فوقاش ما بغاو، يعملوا لنا اجباريه الصحه، اجباريه ديال الخدمه. شو انا ساشفام ياك، كانوا وقعوا لي ظروف خرجت من الخدمه، دابا كنفتح الخدمه راه جاب راشي، شنو باش غنوكل هاد العائل؟ وباباه ميت يلا.
باش غنوكلو؟ شني نمشي نسعف الزنقه ولا شني نمشي نعمل؟ قال لك ممنوع تعمل اي حاجه. انا من حقي ما نعملش التلقيح، نعملو صحه ما يمكنش، ما يجبروش عليا شي حاجه انا ما باغاهاش. هذاك الجسد ديالي انا حره فيه، وانا ماشي ضد التلقيح، انا ضد الاجباريه. ما يجبروش عليا شي حاجه، انا خلقت حره خصني نبقى حره، انا ماشي عبده باش تستعبدني شي واحد. صافي، وهاد الحكومه اللي كتهضر تعمل لنا، تعمل توجد لنا فرص العمل، تعمل لنا حتى مدروس العواول، تجبر علينا داك الشيء اخر، تجبر علينا شي حاجه اللي ما هي غير منطقيه. انا مشيت نباك نجبد الفلوس ديالي ما خلاونيش، ما يمكنش. شنو هادشي هذا؟ اسيدي انا مريضه وفي عندي انسولين، عندي 5 ديباري في النهار وعندي الضيقه. البارح مشيت نخلص الضوء قال لي عندك جواز تلقيح، دخل تخلص الضوء، ما عندكش تمشي بحالي. شنو هذا؟ اللهم هذا منكر. سيدنا ما قالش هيدا، قال الابره ماشي اجباريه، اللي بغى يعملها يعملها، واللي ما بغاش يحر في راسه. لا انا ما خصنيش الابره نهائيا، الابره ما خصناش مره، يخليونا حرين مع راسنا ونخرجوا فين بغينا وندخلوا فين بغينا. حنا بالله وشرع، الله يجعل البركه في سيدنا. سيدنا ما قالش اجباريه، ودابا ردوها لنا اجباريه. علاش؟ علاش اسيدي ما تردوها لنا شي اجباريه؟ كل واحد حر في راسه، اللي بغى يعملها الله يعاونه، اللي ما بغاش الله يعاونه. حنا حرين، اللي بغى يلقح. حنا ما كنقولوش الناس ما تلقحش، اللي بغى يلقح يلقح، ولكن ما يفرضوش علينا الجواز. حنا كنبغيو نتنقلوا نمشيو عند عائلتنا، ممنوعين. علاش غنتمنعوا؟ علاش؟ انا كانسانه نساعد داسني على راسي، الا وقع لي شي حاجه الدوله ما تكفلش بيا. انا ضد الجواز وضد إجبارية التلقيح. أنا ماشي ضد التلقيح، اللي بغى يتلقح هذاك عنده رأيه الخاص. أنا ضد إجبارية التلقيح وضد الجواز. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.